فضيلة الشيخ، ما حكم التثاؤب قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند التثاؤب والحمد لله عند التجشع؟ لا يسلم من الإنسان إذا تثاءب أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر عند التثاؤب بأن يقدم الإنسان ما استطاع، فإن لم يستطع وضع يده على فيه، ولم يرشد الأمة إلى أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما قوله تعالى وإما ينزغنكم من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فالمراد بنزغ الشيطان هنا الأمر بالمعصية أو ترك الطاعة. وأما الحمد عند التجشي فكذلك أيضا ليس بمشروع، لأن الجشاء معروف طبيعة بشرية، ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام إذا تجشى أحدكم فليحمد الله. في العطاس قال إذا عطس فليحمد الله، وفي الجشاء لم يقل هذا. نعم لو فرض أن الإنسان مريض لكونه لا تجشى فأحس بأنه قدر على هذا الجشاء فهنا يحمد الله لأن نعمة متجددة. نعم.